مجلس الطبيب النفسي يقول لك لا تقول لك يا انا ماني مجنون، الله يقولها لك لا انا ماني مجنون. الصحه النفسيه ما هي خاصه بالمجانين ولا هي خاصه بالصحه النفسيه، حد كامل وقليل واحد منا ما يعاني منها يوما ما في حياته. كما رايتم اليوم تم لاول مره ولله الحمد بشكل خاص ومميز تقرير اليوم العالمي للصحه النفسيه برعايه خاصه من معالي وزيره الصحه السيده ناها حمزي الكناس، وايضا بحضور رسمي مهيب من طرف نظرائها من الوزراء وايضا السلطات المحليه وايضا من الشركاء. هذا الحفل يمكن ان يكون نقطه انطلاق ايجابيه حقيقيه تبشر لما هو قادم بحول الله فيما يتعلق بالصحه النفسيه، لانه اول مره يحصل هذا الأمر بهذا الزخم وبهذه الحمد لله الحضور الكمي والنوعي وأيضا بالتعليقات الإيجابية بعد الحفل، وهذا هو الذي كنا نسعى خلفه ونريده ويجب أن يجسد، لأنه بكل سرور يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية تعهدات الذي يولي أولوية قصوى لقطاع الصحة، وأيضا حرص معالي وزيرة الصحة على أن تكون الصحة النفسية في مكانتها اللائقة وهو ما ترجم بهذا الحفل اليوم. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مهنئينكم مناسبة الاحتفال بهذا اليوم العالمي للصحة النفسية، والموضوع في غاية الأهمية اللي الصحة النفسية في موريتانيا كانت مهملة والله مخلية للناس اللي عندهم جنون واضح، كيف قال لك طبيب نفسي قيسوا لا حد مجنون، بينما الصحة النفسية عبارة عن أكبر يعني موضوع أكبر من هذا، والاعتناء به وتخليده ظهر لي عنه خطوة جيدة، وراجينها إن شاء الله توتي أوكلها ويتواصل برنامج بإذن الله تعالى.